السلام عليكم. جهاز خطير للتجسس على سرقة التيار الكهربائي. خبر يعتبر يعني شبه حصري وغير متداول بشكل كبير. هننقل لحضراتكم تفاصيل ومعلومات عن الجهاز، وفين هيتركب هذا الجهاز، ومن الشركة المسؤولة عن تركيب الجهاز. حضراتكم عارفين انه احد اسباب ارتفاع اسعار الكهرباء هو سرقة التيار الكهربائي. عندنا في مصر يعني ما شاء الله ابتكار وابداع في مجال سرقة التيار الكهربائي. البعض كان بيسرق بوصلة من وراء العداد الجديد، يعني عدادات الكارت حتى نفسها اصبحت فيها آلية للسرقة بعيدا عن العداد. عندك ايضا سرقات من الاعمدة الكهربائية بشكل مباشر، وصلات عشوائية للاكشاك والباعة الجائلين، خاصة في اماكن زي مثلا الطريق الدائري في القاهرة وبعض الاماكن الاخرى في المحافظات. عندك ايضا سرقات حتى بوضع كيس ملح على العداد التقليدي القديم، فالكيس ده هيبطئ من سرعة دوران العداد وبالتالي حساب الكهرباء بيقل شوية. الحاجة التانية ان احنا بعد تحرير سعر الصرف، خليكوا عارفين انه سعر الكيلووات تقريبا بيتجاوز 200 قرش، بعد ما كان سعره 160 قرش بيقف على وزارة الكهرباء بهذا السعر. فطبعا لما السعر زاد فرق كتير في خسائر وزارة الكهرباء. وخلي اقول لحضرتك انه من حق الدولة ومن حق وزارة الكهرباء تبحث عن مواردها، لانها لو تركت المجال وتركت الحبل للعاطل والباطل يعمل اللي هو عايزه، هتجد ان كل ده بيرجع عليك كمستهلك. لو واحد ماشي في حالك وبتدفع الاموال المطلوبة منك، او بتشحن الكارت بتاعك بشكل عادي وتقليدي وما بتتجاوزش او بتسرق كهرباء، فهتجد ان غيرك لو عمل كده بشكل كبير كل ده يحط عليك انت وهيزود من فاتورة استهلاكك. هديلك مثال بسيط. رصدت ديون وزارة الكهرباء خلال الفترة الماضية بعد نهاية الربع الاول من العام 24، تخيل الكهرباء عليها قد ايه للبترول؟ عليها 200 مليار جنيه. طيب بنهاية الربع الاخير من العام الماضي الفلوس دي اللي هي 200 مليار ديون كانت 168 مليار جنيه. فشوف التكلفة بتزيد قد ايه والسعر بيرفع قد ايه مع تحرير سعر الصرف. كمان وزارة البترول بتخسر لما تبيع البترول او الوحدات بتاعتها من الغاز تحديدا لوزارة الكهرباء بسعر منخفض للمليون وحدة حرارية. بتبيع المليون وحدة ب3 دولار والسعر العالمي ليها حاليا هو 4.25 دولار للمليون وحدة حرارية. فبتقول لك انا اكسب الفرق ده او انا اولى بهذا الفرق، ولكن ده اللي بيحصل. رصد اماكن سرقات تيار كهربائي متعددة في مصر، لكن كان ابرزها جنوب مدينة القاهرة، منطقة حلوان، المناطق اللي هي فيها شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء. يعني لما بص على المصدر هنا بيقول لك انه اشار المصدر الى ان الشركة القابضة شكلت الاسبوع الماضي لجنة عليا للتفتيش المالي والتجاري بالتنسيق مع الجهات الرقابية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بشكل خاص وببعض شركات التوزيع الاخرى نتيجة تخطي نسبة الفقد بالشبكات الكهربائية بنطاق شركة جنوب القاهرة. تخيل كم؟ 40%، 40% فقد وسرقت تيار كهربائي، ووصلت ببعض المناطق التابعة لها الى 60% بسبب سرقات التيار الكهربائي. بتكلم هنا على نسبة عالية جدا من السرقات. كل ده هيجي يغلى عليك الكهرباء وانت بتدفع التمن، لانه كلها شيلة واحدة. بيدرس موازنته ويشوف الايراد المداخيل والفلوس اللي صرفها ويحاول يشوف الفرق ده، يشيل المواطن جزء منه وهو بيشيل جزء منه. دي الحقيقة ودي الحكاية، وده اللي بيحاول الرئيس يقول للناس المسؤولة، يقول للناس في الكهرباء، الناس في البترول، قولوا الحقيقة للناس، دايما عرفوهم هذه المعلومات، دايما قولوا لهم كل التفاصيل اللي هو محتاج يعرفها. ومعلومة زي دي مهمة جدا الناس تعرفها. سرقة التيار الكهربائي جريمة، لأنها بتاخد من المواطن اللي ماشي بشكل يعني ملتزم وبيدفع اللي عليه وما بيسرقش الكهرباء، وبالتالي بيجي في الآخر يدفع فلوس كتير. الجهاز بقى طبيعته إيه؟ الجهاز هنا حضرات هيكون جهاز هتركبه الشركة القابضة لكهرباء مصر، ودي الشركة المسؤولة عن توزيع الكهرباء في مصر. المهندس جابر الدسوقي قال إن الشركة دي وضعت خطة لبدء تركيب أجهزة داخل عدد من مكونات الشبكة. زي ايه مثلا؟
زي المحاولات الفرعية اللي موجودة في المناطق الجغرافية المختلفة، محاولات التوزيع الموجودة بالشوارع. المحاولات دي هي اللي هتحدد المكان اللي بيحصل منه سرقة الكهرباء، الجهاز اللي موجود على المحول، والجهاز ده هيكون مسؤول عن منطقة معينة، هيرصد الوقت، هيرصد المكان، وهيرصد كمان يمكن كم الكهرباء اللي تم سرقته. خد بالك انه هناك غرامات كتير جدا بتطبق هذه الايام، يعني تتخيل حضرتك انه غرامة سرقة الكهرباء بتبلغ كام النهاردة. الغرامة لو حضرتك اتمسكت الاول مرة فبتكون حبس لمدة 6 شهور وغرامة 10,000 جنيه بحد ادنى، ما لا يقل عن 10,000 وما لا يزيد عن 100,000 او احدهما. الغرامة الاخرى لو اتكررت الامر او اتكرر الامر بيكون بدل 6 شهور سنة، وكحد ادنى 20,000 وكحد اقصى 200,000 او احدهما. فدي الغرامات او دي العقوبات اللي المفروض الكهرباء بتعمل، يعني بتوجه الموضوع على النيابة، والنيابة بتعمل قضية بهذا الامر، ويحال الامر للمحاكمة الا لو الطرفين ما تصالحوش. لو حصل تصالح ما بين الاتنين بيقوم الشخص اللي سرق الكهرباء بدفع اضعاف الكم المقدر في العداد، بيدفع 12 ضعف الرقم اللي موجود في العداد، بيدفع 12 ضعفه عشان تضمن الكهرباء انها بتغلظ العقوبة، وان الشخص ما يكررش الامر مرة اخرى، وتضمن ايضا يعني تحصل جزء كبير من اللي بتسرق منها من الكهرباء عن طريق هذا الشخص وعن طريق غيره، يعني بيجيبوا منه اللي هو سرقه واللي غيره سرقه. بس القضايا دي ما بتكونش كتيرة حتى الان مقابل الكم اللي بيسرق الكهرباء في مصر. طبعا زي ما آلية المكافحة والمجابهة بتتطور، فانه آلية السرقة بتتطور، وعليه فانه الاجهزة المسؤولة ووزارة الكهرباء كان لازم تحدث من اساليبها لمواجهة عمليات السرقة بالرصد الالكتروني، لانه ان انت تلف بقى وتمسك جهاز وتقعد تلف على اماكن السرقة، طلع ان الامر لوحده مش كفاية، لازم يكون في اجهزة بتقيس القدرات اللي داخل البيوت، ولو في بيت مثلا فلت في قدراته وطلعت زيادة عن المتوقع، انت هنا كجهاز المفروض ترصد ده وتعرف انه هنا في المكان ده سرقة تيار كهربائي. كمان بتروح للاماكن اللي فيها كم كبير من السرقات واللي معروف انها اماكن سرقة تيار كهربائي عشان تبدأ بيها رصد عمليات السرقة. ربنا يحفظ مصر، بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.